أهلا وسهلا بكم جميعا، يسرني أن ألتقي بحضراتكم في افتتاح بطولة اتحاد غرب آسيا لمنتخبات تحت 23 عام من المملكة العربية السعودية، بالتحديد من مدينة الدمام ملعب الأمير محمد بن فهد. بطولة مهمة على درب الأعداد والتحضير لمباريات تصفيات نهائيات كأس آسيا تحت 23 عام بأوزبكستان 2022 نهاية الشهر الحالي، الموعد الأهم لهذه المنتخبات الأولمبية على رأسها العراق وفلسطين، طرفي نزال اليوم بذكريات جميلة للفداء بالصين 2018 في أول مشاركة قارية بجيل الدباغ الأشهب الفراوي، ثلاثي وسط الدفاع 19 حسن رائد 2 عباس بديع 15 محمد الباقر كريم، على اليمين 16 منتظر عبد الأمير، على اليسار 18 للمشاركة والحضور ببطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم. كرة طويلة خطيرة للمنتخب الفلسطيني، إمكانية لهدف أول مطالبة بركلة الجزاء، بلانتي أم ماذا؟ الحكم اليمني مختار الأرامي يقول لا وجود لضربة جزاء في هذه العملية، والكرة كانت من بدر موسى. هل كان هناك لمس يد من مصطفى وليد محمد ديريا في التنفيذ؟ على يسار الحارس حسن أحمد الحارس العراقي، هذه كرة بالبوكس يتدخل حسن أحمد، ما زالت الخطورة للمنتخب الفلسطيني والهدف الأول يضيع. ضاع الهدف الأول على المنتخب الفلسطيني، أفغانستان والبحرين. الكرة العراقية قبل هذا كرة ومحاولة للمنتخب الفلسطيني من بدر موسى، بدر خطير مرة أخرى، هذه المحاولة من بدر موسى واضح انه مهاجم يتميز بالسرعه والمهاره، مهاجم المنتخب الفلسطيني. والتدخل من المدافع حسن رائد، مدافع القوه الجويه بلقب دوري الاحتراف الجزئي والصعود لدوري المحترفين في اول تجربه تدريبيه لإيهاب ابو جزر، المدافع السابق لهلال القدس وشباب رفح وشباب الامعري. الفدائي يرفع اليوم والليلة شعار التحدي، شعار الانتصار، شعار الفوز. هذه كرة خطيرة للمنتخب العراقي والحارس محمد عزت. كرة ملعوبة في وسط الميدان، عادت للمنتخب العراقي. إذن حسن جبر بالرقم 10 مكان مصطفى وليد. التبديل الأول للمدرب ميروسلاف سوكوبا، هذه كرة ملعوبة، تسديدة محاولة، الحارس يتصدى، حارس محمد عزت. كرة ممتازة من بدر موسى، بدر علامة مذيعة في المنتخب الفلسطيني في هذا الشوط الأول بالرقم 11. كرة ملعوبة، انطلاقة من عباس، عباس ممتازة للكرة، انطلاقة للمنتخب العراقي من جانب أحمد سرتيب، يتقدم يحاول تسديدة وممتازة على العارضة، العارضة ترتدي اللون الأحمر في كرة خطيرة للمنتخب العراقي، لا زال الخطر قائم. كرة على القائمة الثاني، انطلاقة سرتيب، سرتيب سرتيب يسدد، كرة تضرب في الدفاع، عادت من جديد ركلة جزاء، ماذا؟ هناك أوفسايد، هناك أوفسايد قبل العرقلة، هناك أوفسايد قبل العرقلة للمنتخب الفلسطيني. تعود الكرة، وكيع رمضان مهاجم الطلبة يحتج على قرار حكم المباراة. هذه هي اللقطة، هذا السرتيب، وهذا يعني القرار كان من الحكم الرئيسي. وهذه الكرة الممتازة، تسديدة من منتظر محمد جبر، قوية كانت، تسديدة فريدة، عودة ممتازة من منتظر محمد جبر بواجبات دفاعية في الكرة الماضية لمنتظر محمد جبر. وفي ذات اللحظة ينهي حكم المباراة الشوط الأول مشاهدينا متابعينا الكرام. إذن الشوط الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام من ملعب الأمير محمد بن فهد مدينة الدمام السعودية، منتخب الأولمبيا الفلسطيني مشاركة تاريخية في أول حضور بنهائيات كأس أمم آسيا 2018 بالصين،
ثانية المجموعة الثانية، 4 نقاط خلف اليابان، 9 نقاط أمام كوريا الشمالية وتايلاند. خسارة من اليابان 1-0، تعادل مع كوريا الشمالية 1-1 وفوز على تايلاند 5 أهداف مقابل هدف. في الدور الربع النهائي خسارة من قطر 3 أهداف مقابل 2، وخسارة أمام المنتخب العماني 1-0. ميروسلاف ليس بنكرة في الكرة الآسيوية والمحلية التشيكية، مدرب قادر على تقديم الإضافة الفنية لمنتخب وسود الرافدين. كرة ملعوبة من منتظر عبد الأمير، انطلاقة للمنتخب العراقي من الجهة اليمنى، التوزيعة والمحاولة لا زالت الخطورة قائمة من الطرف الأيسر، تتحول انطلاقة خطيرة، فرصة مرور، تصويبة ومحاولة لكن بعيدة، بعيدة التسديدة الأخيرة والمحاولة العراقية. تقريبا الأبرز في هذا الشوط الثاني صادق زامل، 10 دقائق أولى في شوط ثاني في هذه الفترة الثانية. العمل البدني سيكون مهم جدا، كرة أي كلام وتسديدة. جانب من عناصر تمثيل الكرة الفلسطينية على أحسن وجه، كرة ملعوبة طويلة للمنتخب العراقي، عادت من جديد من الدفاع، كرة ملعوبة سريعة جدا من جهة منتظر عبد الأمير، انطلاقة خطيرة للمنتخب العراقي، هي ولا لا؟ هي هذا كرة ملعوبة، محاولة كانت خطيرة للمنتخب العراقي من حسن جبر، يتحرر لاعب المنتخب العراقي خاصة في الهجوم، وحسن جبر يهدر ويذيع كرة في منطقة الجزاء، وكذلك المشاهدين بصفة عامة. كرة ملعوبة للمنتخب الفلسطيني من محمد ديرية، طويلة هذه الكرة خطيرة للمنتخب، كنترول من جانب البديل أنس بني عودة، عادت للحارس حسن أحمد، الاستلام من جانب أنس بني عودة، يساعد مأمورية الحارس حسن أحمد في هذه الكرة، المنتخب الفلسطيني يعود إلى الهجوم، كرة ملعوبة ممتازة، محاولة، فرصة، هدف أول للمنتخب الفلسطيني، يضيع بكرة ما زالت عند بدر موسى. وبطولة الشباب الثانية من 20 إلى 30 نوفمبر بمدينة أربيلة العراقية، هناك بطولة الناشئين الثامنة من 15 إلى 25 أكتوبر بالسعودية، البطولة الشاطئية الثانية. وقبل هذا زياد موسى والتدخل ممتاز رائع، تدخل المدافع العراقي في توقيت ممتاز، حسين أمين عودة مميزة جدا، وتدخل أكثر من رائع أمام بدر موسى، تحركات أنس بني عودة وخالد النبريسي في خط هجوم منتخب فلسطين. كرة ملعوبة خطيرة، محاولة على القائمة الثاني، لا تزال الخطورة من بشار الشوبكي والحارس حسن أحمد على مناسبتين، الحارس يتألق حسن أحمد أمام خالد النبريسي وبشار الشوبكي، هذه الكرة من الركنية، شوف التعامل من دفاع المنتخب العراقي، الشوبكي في التوزيع، التسديدة كانت ممتازة، المقاسية الأولى من خالد النبريسي عادت أمام أنس بني عودة، وتعلق وامتياز وعلامة الإبداع للحارس حسن أحمد في هذه المحاولة الفلسطينية، خطورة متواصلة على دفاع المنتخب العراقي، يحاول المنتخب الفلسطيني استغلال هذه الكرات الثابتة، عباس بديع مع محمد الباقر كريم، كرة من الجهة اليسرى تعود لأحمد سرتيب، انطلاقة للمنتخب العراقي، محاولة من أحمد مكنزي، يحاول التوزيع، كرة خطيرة والهدف الأول، 1-0 للمنتخب العراقي، أسد الرافدين فعلها، حسن جبر يجبر الأضرار في دفاع منتخب فلسطين بكرة ممتازة على المقاس، رأسية كانت مميزة لحسن جبر،
يأتي الهدف الأول مشاهدينا متابعينا الكرام. حسن جبر بكرة رأسية كانت ممتازة من أحمد مكنزي في التوزيع، وحسن جبر باختراق لوسط الدفاع وتسديدة رأسية مباغتة للحارس محمد عزت. 1-0، خطأ واضح من الحارس محمد عزت في هذه الكرة، يتحمل ويسأل على هذا الهدف الأول. وحسن جبر يجسم الكرة الأخيرة بهدف مستحق للمنتخب العراقي.